الوالد بعد ما كان، الوالد كان وايد قاسي علي. يعني لما أذكر شو كان يسوي لي، يمكن هذاك الوقت كنت متضايق، بس الحين أنا أفهمت ليش سوالي كذي. إذا هو ما كان سوالي كذي ما كنت أنا استويت اليوم. أهلي كان يحترمون بعض وكان يحبون بعض لدرجة لأن حبهم لبعض يمكن يخلاه ينفصلوا. اليوم اسم إبراهيم ما تربط مع إشي اسمه برايفت، لكن ما كنت وصلت لهذا المكان حاليا إذا أنا إذا ما كانت صار ذاك الأنف. يعني إذا ما رحت مع أمي، أمي تنجبر تتم معه. أنا اليوم لما أطلع من هنا أروح أطلع وأنا مبتسم. ليش؟ لأن كل شيء اللي كنت أريد أقوله قلتها. هاي إبراهيم، لك رح جرب أعرف عنك بثلاثين ثانية، مع أنه الناس كلها بتعرفك. يعني هذه الشخصية اللي أنا بلاقيها مميزة كتير، في البعض بلاقيها مثيرة للجدل، بس أنا هيك على القلب اللي موجود جوا، على القيم، على الصدق اللي موجود عنده، حابب يكون موجود معكم بسكند شانس. وين سكند شانس كان اللي صار مع إبراهيم؟ مع أنه هو بعمر 14 سنة كانت شوي المراهقة بالنسبة لقلبه صعبة، من بي كويتي وأم أمريكية، من عمر السنتين راح عايش بأمريكا، بعدين إجا 22 سنة على دبي. كانت رحلة طويلة للعمر يلي مرقت فيه أنت. The blooming man. أنا كل يلي بشوفه ومتابعك مثل كتار من الناس، تابع نجاحك، تابع كل شيء عم تعمله من قلبك، تابع الرسالة، المسج اللي عندك إياه يلي هلأ رح نحكي عنها. عم جرب عنف عنك بثلاثين ثانية، بده كتير وقت واحد لا يعرف عنك، بس قد ما فيي هيك من قلبي من جوا. إذا أنت بك تعرف عن حالك شو بتقلي؟ والله كل يوم يتغير، يعني كل يوم أتعلم من اليوم اللي قبله. أحاول دائما أحسن نفسي بكل النوائح في حياتي، إن كان من العمل أو من علاقتي مع أهلي أو علاقتي مع موظفيني أو علاقتي حتى مع المتابعين. كلمة blooming man اجت اقتراح من البي ار تيم اللي كنت اشتغل معاهم. من قبل كان حاطط انا اسمي برنس ابس، فكان يقولون لا انت على هذا الشيء الناس حيفهموا غلط، انه حيفهموك لانك انت متكبر. فانا انسان جدا متواضع، ما انا بعرف هذا الشيء بلومينج مان، بس بتحس نقول نحن بالعربي لبستك هذه الكلمه لبسوا هيك. وبس بدي اقول لابراهيم انه كل اللي بنشوفه نحن على الفيديو، انا بلاقيك فيري كرييتيف، والقصص اللي مرقت كمان مع دبي بلينج، الكاميرايات اللي كانت معك ومع كل الموجودين، اكيد بنعرف نحن وياك انه هيدا الشو اللي عمل على نتفليكس يمكن من 17 سنه الريكورد اللي انعمل بسيزون 1 وسيزون 2. بس بدي اقول ورا كل هيدا موجود شخص أنا بتطلع عليك وبقول بمحلات معينة إنه بوقتها أنا ليش ما قدرت تكون هيك. يعني أكيد كانت غير أيام، فرق كتير كبير أنا وياك بالعمر، بس لقلك إنه كيف شوفك بتماتل فيك. إذا قبل ما نبلش أنا وياك شفنا شوي، بتعرف منشوف فيديوز وهيك، بس بعض الصور بحياتنا الفوتو إلى معيني بيكون، يعني إذا هيك بمختصر بتقلي كلمة عن كل صورة عم نشوفها قدامنا. هيدي هذا في كتب كتابي في دبي من كم سنة. كان كتب كتاب بدبي والفرح كان بأبو ظبي صح؟ لا هذه كان هذا زوجتي الثانية. زوجتي الثانية ما كتير بيت هذا بالوقت، هذا الزواج الثاني. هذا في 2015. يعني أنت أول زواج كان 17 سنة، كان عمري 17 في أمريكا، 26. أي نعم، ثالثة سبتة، ثالثة سبتة إن شاء الله. الله يوفقك، مدعي لك من كل قلبي. ليك هون كمان كان اللوك تبعك حلو، بس يمكن هون كان بيك يحب هيك، بحب بيك الوالدك الشعر القصير مش هيك؟ الوالد دائما يحب الشعر القصير، وعنده من تربية يعني من والده جدي الله يرحمه، والوالده تحب الشعر الطويل، فدائما انا عندي هاي احاول ارضى الطرفين. ارضى الطرفين. هاي وين؟ هذه في صباح الخير يا عرب مع لجن عمران. يعني واحده من اعز الناس اللي تعرفت عليهم في دبي، رو موديل لي، ومذكر لانه هذا اول مره تعرفت عليها. لجن هيك نفسيه حلوه وكريمة النفس ومحبة وبتضحك وفي عندها تواضع كتير. أنا صراحة تعلمت كتير منها، وخاصة في دبي بلينك كان دائما إنه تحاول تهدينا وتصلح بيننا، كأنه البالانس أحسن، أحلى بالانس والله. أحلى بالانس.
الله يخلي لك اياها. يخليك يا رب. ست الكل. اي والله هذه الوالده اغلى ما عندي والله. إيه الله يخلي لك اياها. هي السبب الشيء يخليني كل صباح اقوم اتحرك واشتغل. هاي الموتيفيشن هي اللي بتعطي اول والاخر. الله يخلي لك اياها. يخليك يا رب. لما اشوف الصوره اتذكر سيركس. سيرك كامل. يعني سبحان الله لما كيف جمعوا الناس كل واحد من طرف كل واحد شخصيه كل واحد شيء وحطونا مع بعض وخلوا العالم تشوفنا. 100,000 فولورز. اتذكرها منيح. شو عملت وقتها؟ صراحه انا اصلا السوشيال ميديا كله على بعضه ما كنت انا يعني ما كنت ابغاه بس قلت يا اخي اليوم البزنس محتاجه فانا ما يعني لما وصلت 100 قلت انا ما ابغى مليون الناس تقول اوكي عقبال مليون يعني هذا المايلستون قلت ما ابغى الحين وصلت مليون الحين ابغى 10 مليون 10 مليون يعني عادي بالنسبه لك الانسان طماع دائما يبغى اكثر اي بس بدي اقول لك عن الموضوع ما بعرف اذا هذا الشيء صحيح او لا بعد يعني هذا الموضوع كببليك فيجر انت اكيد معروف والناس بتحبه وعندك رساله لنا نحكي عنها بعد شوي بشعر انه بالنسبه لك البزنس اكثر اورينتد انت من انه ببليك فيجر او من انه بدي يكون للشهره موجود اكيد هلا صارت موجوده يعني صار الناس كلهم عارفينك صح ولا لا يعني بالنسبه لك كبزنس مان والشغل اللي عملته هيدا بتفتخر فيه كتير انت يعني اليوم انا كملت 22 سنه في البزنس وانا اتكلم على بزنسز كثير مو شوي يعني في مجالات يعني مجال كثير مختلف عن بعض من الصناعه من الادوات من العطور كل ما تتوقعها كل شيء فاي هاب يعني اكسبيرينس كثير ليش كنت تقول على طول هيك تتاثر بالتجار العرب بتلاقي العرب شاطرين بالتجارة صراحة لما اخترت لنا أطلع من أمريكا كان عمري 22 سنة وقلت للوالد ما كنت أتكلم عربي يعني العربي يدوب يخليني أكمل جملة واشتغلت حالك منيح على العرب ايه فقلت للوالد أنا راح أروح دبي كان يقول لي ليش قال لي روح أنت شوف المكان كامل الدول العربية واختار رحت الكويت رحت قطر رحت السعودية قلت أنا أبغى دبي لأن أباها هاي تكون الهيدكوارترز ومن هنا بفتحه لأن جبل علي قريب وجبل علي أكبر مينا في الخليج فأي ويل ستارت والوالد قال لي انتبه ترى العرب غير عن الأجانب في البزنس وايد قوايا قلت له أنا أبغى أكون بينهم وأنا كنت عارف في هذاك الوقت دبي حطت الدول العربية على مستوى ما شفناها من قبل وأنا كنت أريد أكون من ضمن قصة نجاح دبي وكنت أريد أكون مثال البزنس فسبحان الله كيف أنا كنت أبغى شيء وكيف جتني دبي بلينك كمان كملوا بعض يعني أنا ما طلبت أكون فيه الناس تشوفني يتحرون لأن أنا طالب أكون في هذا البرنامج ما حد في البرنامج طلب هم شافوا شخصياتنا وقالوا انتوا الشخصيات اللي نحن نشوف في دبي اللي تجبد الناس وحول العالم يعني بتأثر بالناس وكمان عندها نجاح وانت كمان مأثر كنت بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وكمان بشكل خاص بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يطول بعمره كمان انت كان يعني هيدا كل شيء كيف بتصير اوقات بالحياه ابراهيم سبحان الله الامور كلها بتمشي مع بعض وهيك رب العالمين بيكون حاطط بركته ودعوات الوالده بتكون والوالد لان يعني انت كمان على طول لما نلاقي هالتوازن بين الوالد والوالده ولو كان يعني هالانفصال صار بس في اساس عندكم اياه نعم. اساس بالبيت بالتربيه بالقيم اللي عندكم اياها اذا سبقنا شوي على المواضيع إذا رجعت أنا وياك للطفولة بسنتين أنت رحت على أمريكا والطفولة مرقت فيها لحد ما صرت أنت 14 سنة صرت نشيط بالشغل والعمل طفولتك منيحة؟ الحمد لله يعني. أهلي ما قصروا الوالد يعني كان أحسن أب الأم كانت أحسن أم مريت في مشاكل في المجتمع يعني أنا لما تركت الكويت كان عمري سنتين وصلت أمريكا لما أول ما دخلت مدارس أنه ما تقبلوني أنه أنا ما كنت يعني لا كنت أمريكي ولا كنت عربي يعني كنت دائما يلاقون طريقة يتنمرون علي كيفية تنمر عليك فكنت أحاول يعني الوالد كان يحاول يعلمني عربي والأم فبين اللغات يعني خلاص صارت دراستي صعبة صارت يعني وايد مشاكل وأنا كنت أصغر أخواني
تواجهت وايد مشاكل، بس دائما لما كنت ارجع للوالدة واقول له صار وصار وصار، تقولي لا انت اقوى من كذي، انت تقدر عليهم، انت ما عليك. امي ما كانت تروح تدافع عني، كانت تخليني انا ادافع عن نفسي. فاليوم أويك هذا الشيء. والوالد بعد ما كان، الوالد كان وايد قاسي علي. يعني لما أذكر شو كان يسوي لي، يمكن هذاك الوقت كنت متضايق، بس الحين أنا أفهمت ليش سوالي كذي. إذا هو ما كان سوالي كذي، ما كنت أنا استويت اليوم. مقت اليوم. ومهمة كمان إبراهيم بالنسبة للتربية اللي عم تحكي عن الوالد والوالدة، إنه كيف أنت لما يمرق معك تمرق معك الأمور، إنه أنت فيك تكون أقوى منها. مش يعلموك، ما رح يعلموك، بس يقولوا لك إنه أنت يعني علموك على أي ما معينة بقيت محتفظ فيها، ما انتقمت من الناس اللي تنمروا عليك. بالعكس أخذت الأمور أنت كيف بدك تقوي حالك، عملت شخصيتك وهيك. بعدين إجت مرحلة الانفصال بعد الطفولة، كانت هيدي صعبة بالبداية، يعني أنت عم تترك منزل الوالد وتكون مع الأم، صح؟ هو كانت صعب جدا، لأن تعودنا على طريقة عيشة الوالد، ما قصر بالعز والكرم، وأي شيء كل كان يبغاه كان يعطينا. والوالدة لما طلعت من البيت ما كانت طالبة أي شيء من الوالد، خلت البيت اللي المنزل اللي إحنا بناها من صفر، وكنا شفنا يعني كنا نروح كل أسبوع ونشوف البنا قاعد تنبني في أمريكا، وخليناها ورحنا شقة بدون أثاث، يعني غرفة ما بهو غرفة وصالة، لا بس غرفة استوديو. أنا وأمي وأختي صغيرة. ما خفت إبراهيم، يعني أنا عفوا على السؤال، إنه هذا بهذا العمر، أنا بالعكس أنا عم بسألك إياها بالتقدير لك، إنه اليوم أنا بخاف ليك، أنا عندي الموبايل خليني ببقى مع الوالد، وأنا وضعي بدي كمان حدا يقوم فيه. يعني أنت أخذت مسؤولية بهذا العمر، وكنت قد انتبه مسؤولية، ما تركت الأب، تركت ضليتك بعلاقة مع الوالد والوالدة، صح؟ ما خفت؟ لا ما خفت، أكثر ما أنا انصدمت. يعني الحين اليوم تكون تخيل طفل، أنا 14 كنت طفل، تخيل اليوم تكون نايم في بيت في فيلا، مو بناقصنك أي شيء، وتنش في مكان ثاني. يعني فعلا هذا هو، ومش بس انه الـ الفيلا، احنا نتكلم على المنطقه والناس اللي حولنا. بس انا ما ارضى لان اختي وامي تروح، يعني انا اذا انا كنت في الفيلا وتميت مع اخواني يمكن انا ما اقدر اعيش، لانه كيف امي وين، يعني اختي وين، ما اقدر اخليها في الحاله. فانا اخذت القرار وانصدمت، يعني من اول يوم نشينا في الـ في الـ في الشقه، كان اقول لامي اشوفها هي متغيره والنور طالع من وجهها ومستانسة، وأنا مصدوم. يعني هني تعلمت لأن المظاهر في الحياة ما تعني شيء، كثر ما الإنسان يهم لأنه هو يكون حر. كيف؟ فقلت لها، طلعت على أمي قلت لها أنت صاحية؟ ترى ما عندنا شيء. كانت تقول لي عندي كل شيء. قلت لها شو كل شيء؟ قال لي طالما عندي أنا حريتي وأنت وأختك قدامي، هذا كل شيء لي. شو الأم لما قالت لي شيء، بدأت الفاضلة الأم العظيمة، بدأت أفكر لأنه المظاهر ما تعني كثر ما يكون مهم الاحترام بين الزوج والزوجة. الأهل كان يحترمون بعض وكان يحبون بعض لدرجة لأن حبهم لبعض يمكن يخلاه ينفصله من كثر ما تو جود تو بي ترو. المشكلة هني لما يكون عندك أب عربي أصيل وأم أمريكية أصيلة، يعني تقول البدو بالأمريكا، يعني خلاص إنه واحد هني واحد يمين واحد يسار، صعب يلتقوا لأن التربية غير. فمن حبهم لبعض فصلوا. فصدمت لأنه هي ما كانت يعني قالت أنا خلاص أنا عندي كل شيء. ففي هذاك اللحظة عرفت لأنه أهم من المكان أو مظاهر، أهم لأن أنا لما أتلاقى الشخص اللي يحبهم فعلا لازم يكون بيننا الاحترام. لا وشخص مثلك كمان إبراهيم، إنه موجود مع والد حكينا ناجح وكويس وفي كل يعني الصفات الحلوة ومرتاح، يعني بدي أنت تاخد على عاتقك على مسؤوليتك إنك أنت تكمل، إنك أنت تبلش شغل، يعني هالأنتربرنور يلي أنا هلأ أنا أتكلم معك. ابني عمره 14 سنة، الله يخليه وياخذ 10% منك، وانا ما بدي ان شاء الله يكون احسن منك، يعني ما ياخذ منك، لا ان شاء الله يكون احسن مني والله، مش حصه بالعكس. بس انا بس بدي اقول انه نحن انا وياك هيدا لقاء في كثير من الامور العميقه يلي انا طوني شفتها موجوده ابراهيم،
غير دبي بلينج والبزنس وعملتهم هذا كله أنا شفته نجاح. وبصراحة أنا متابعك مثل ما كثير ناس متابعينك، في جوا بالداخل عندك إنسانية حلوة كثير وواضحة هلأ، واللي بده يشوفها يا إبراهيم بيقدر يشوفها. أنا تقبلت معك قبل؟ لا ما تقبلت. حكيت معك قبل؟ ما حكيت أنا وياك. أنا متابعك، ليش بدي أعرف؟ لأنه أنا في كثير ناس بيشوفوا الأمور يلي نحن نجحنا فيه، رسالتنا بالحياة شو، المسج اللي عم تعطيه شو. فبتمنى وبترجى كل الناس يلي عم بتابعوا إبراهيم، وناس كثير نجحوا، نشوف النجاح يلي عملوه، ليش الموجودة فيهم للمجتمع، مش الأمور يلي بتكون سلبية، ليش هيك وليش عمل هيك، نشيل الأمور بدنا نشيل من حالنا ونحط بغيرنا. ليه؟ في أمور ناجحة وحلوة كثير. وصلت أنت بالعمر 22 صح على دبي. طب انت كانت الابواب مفتوحه بوجهك؟ لا. شو كان؟ شو صار؟ تسكروا ورا تسكروا ورا تسكروا كثير كذا مره، وكم مره قلت خلاص رح ارجع امريكا، رح ارجع امريكا وما رح اتم في الامارات، بس قلت لا. شو يصير؟ يعني هذا لازم ناس تعرف، لازم ناس هودي اليوث واليونغ والعالم اللي عم تبعنا يعرفوا، لانه عم بيجي في يأس جواتهم عم بيفلوا. انت شو عملت لحتى ما فلك في البزنس في امريكا اللي انا كنت اعرفها؟ ما كنت اعرف البزنس في الدول العربيه ابدا. يعني شو اجراءات وشو حتى طريقه دفع الاجارات. يعني في امريكا بتدفع الاجار شهريا، في الامارات تدفع سنويا. فهاي موضوع التشيكات هذا ما كان عندنا في امريكا، ترى كل شيء غير عندنا. فانا ايش قلت اول ما شفت موقع، انا الحين تفتح بزنس لازم يكون عندك موقع. فرحت هذاك الوقت كان دبي مول ما فتح، كان بعدها توها فتح، وما كان في مش ما كان مأجرة كامل. كان في 2010 بس أنا جيت 2008 شفت سويت فيزيبيليتي ستادي. بس في 2010 كان أحسن مول في الإمارات كانت إميريتس مول. فرحت الإميريتس مول، رحت الإدارة، نفس أنا فكرت نفسي في أمريكا، تروح الإدارة تطلب منهم أنك تبقى تأجر موقع. رحت الإدارة قالوا لي حبيبي الإدارة مش هون، مش في المول. لا استغربت، قال لازم تروح ديرة سيتي سنتر. رح ديرة سيتي سنتر قال إدارة مش هون، إدارة برا على الشارع، كان اسمه ماف تاور وان أعتقد. أوكي. رحت عند الريسبشن قلت لهم أبغى أكلم اللي مسؤول على سبيشاليتي ليسينج ريتيل، كان يقول لي مش موجودة، كان يقول أبغى أكلمها. صريت قال مش موجود. رحت اليوم الثاني قال مش موجودة. رحت اليوم الثالث. يعني هذا كله أنا في دبي وقت معين عشان أخلص أموري، كل الباب تتسكر بالآخر. هذا بعد ما طرش لهم إيميلز وأحاول معاهم، قامت التليفون الحرمة قالت إيش عندك؟ يعني كأن أنا يعني أنا قاعد أشحد، يعني ما أني أنا قاعد أسوي بزنس. قالت لي أنا جاي من أمريكا وعندي بزنس أبغى أفتح في المولات. قال لي أنت أي مول تبغي؟ قلت له إميريتس مول. قال لي في عليها 5 years waiting list، يعني خذ أغراضك وروح. قلت له والله ما أروح. ثم يتكلم أزعجها كل يوم، أكلمها 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 أكلمها. بعد 3 أشهر وأكلمها كل يوم وأزعجها وأصبح عليها. ما أنسى اسمها، اسمها إمام إيمان محمد مقداد، ولليوم أنا متواصل معها بعد 14 سنة. كلمتني، لا جاوبتني يوم الأيام، كانت قبل رمضان بعد 3 أشهر يوم الأيام فجأة، وقالت لي قلت لها أبغى إبراهيم لا ما في لا تريا. قالت لي تبغى ديرس دي سنتر؟ قلت لها الحين أنا متقبل أي شيء بس أبغى أفتح. قالت لي في موقع الإدارة ما يبون البراند هذه لأنه يبيعون آلات موسيقية وفي رمضان، فقالوا لنا ما يبغونه. فأنا عندي الموقع تقدر تفتح بأسبوع، لا عندي لا موظف ولا شيء ولا بضاعة ولا شيء. عفوا سوري إذا سألتك تفتح يلي كنت فاتحه بأمريكا؟ لا في أمريكا. أنا شو سويت لما جيت على دبي؟ شفت شو ناقص في المولات عندنا. أوكي. فهذاك الوقت كانوا ناقصين في أمريكا، في كل مول كان في استشوارات الشعر، فكان في براند يسوي استشوارات من أمريكا حلوة، قلت خليني أجيب على الإمارات وابتدي معه بكون أول فكر فيه. أوكي. أي هذا غير اللي فتحته بالمول بأمريكا اللي هو الشوز مع أيوة غير غير أي. أنا أخذت هذا الموقع هون منه، أخذت الموقع. قالت لي افتح بأسبوع. تخيل كلمت الشركة قلت لها تبعتوا لي شحنة الحين، أنا بدفع اللي تبونه أبغاه، ما أبغى هالفرصة تروح من عندي. السيارة اللي أنا شحنتها من أمريكا على دبي أخذتها ورحت استلمت البضاعة الساعة 6 الصبح، استلمتها في دناتا إميريتس كارغو.
ما تقول لي كيف دخلت في السيارة بروحي ما أتذكر، بس سويته. وصلت للمول ديرس سنتر، ما تقول لي كيف أنا وصلت البضاعة كله باي ماي سيلف، لا موظف ولا مساعدة ولا أقرأ عربي ولا أكتب عربي ولا حد وياي، لا أهل لا أخوان لا أخت ولا شيء. ربنا أنا مش ربنا بس والله العظيم ربنا وقف معاي وعطاني اتجاه على كل ما قدرت عليه. لين حطيت البضاعة، لين قلت الحين إبراهيم كيف رح تبيعها؟ ترى أنت ما تتكلم عربي، كيف رح تقنع هاي العربية اللي تشتري هذا الاستشوار؟ طلعت يمين ويسار، استغلت على الموظفين اللي جنبي، قلت لهم تعالوا بجرب عليكم، أنا أصلا ما أعرف أستخدمها، أنا عارف أن هذا ينباع يعني في أمريكا ينباع ومشهورة، بس أنا كيف حتى إذا جبت موظفين كيف بعلمهم على البيع؟ فبدأت أنا أعلم في نفسي، وبجيت أنا خايف، لأن قلت يا أخي يمكن إذا جاتني حرمة ولمستها يمكن ما يصير، يعني يمكن يعني بتقول عربية أكيد تزعج ما أعرف. فجتني واحدة تقول لي سوي لي بس لا تخلي زوجي يشوفني، قلت أنا شو قصدي؟ أنا كنت تسويها على نفسك، أنا مو جاي أسوي مشاكل، أنا جاي أشتغل. فبديت أعلم وسويت، وبديت بعد ممكن شهر اشتغلت يوم يعني من الصبح الساعة 10 الصبح للساعة 10 في الليل كل يوم. لا. كيف كان الشغل؟ الحمد لله اللي سويتها بشهر، اللي سويتها بشهر ما سويتها بسنة في أمريكا. وقلعت وقلعت، ومو بس كذي، لما أنا قعدت في شهر المكان جاني تعارف، جاني علاقات، جاني دبي مول، قالوا ليش ما تفتح هذا في دبي مول؟ تخيل دبي مول، إدارة دبي مول تدور ناس يفتحوا في دبي مول في ديرسي سنتر. يعني متى صارت هذه؟ بس هذاك الوقت ما كان حد وصل دبي، الإيكوز والفيدباك وصل دبي مول، الناس ما كانوا متوقعين، قالوا وايد كبير. بس سبحان الله شيخ محمد بن راشد تفكيره اللي أنا أشوف التفكير عبقري أكيد الله يطول أن عمره، أي طول في عمره، بأن ابني والناس تيجي. وفعلا هيك صار، هذا أول حاكم في العالم عنده هذا التفكير، وعلى لليوم عم بيصير صح. يعني حتى مطار دبي اللي حيسوونه إن شاء الله، اللي يمكن ما أدري كم قالوا 280 مليون باسنجر بالسنة، أرقام خيالية، بس أنا عارف رح توصل، لأن كل هدف دبي تحط توصل له. هذا نحن كمان وجودنا هون، نحن كنا بهالنجاح عم نعيش بهالبلد اللي بنعتبره بلدنا الثاني. فأصلا أنت هذا البزنس اللي عملته هون، هلا البزنس بعدين تبع عندك كمان الفوريفر روز كمان. فأنا إذا عشان يكون عندك علم، أنا أشتغل على ترندز، أنا أتابع أشوف، أنا أشوف الجنزي وين وشو يشتروا وشو يبون، فأنا أشتغل على الترند. فبعد الاستشوارات هذه كان عندي ديرسي سنتر، بعدين جاني مول أوف إمارتس، مش قالت 5 سنين ويتنج ليست، لا إجاني بثلاث أشهر. ليش؟ لأن شافت نجاحي في ديرة، عقب عطوني مول إمارات، عطوني مردف سيتي سنتر. وأنا مذكر يوم إجاني على افتتاح مردف سيتي سنتر، إجاني الله يرحمه ماجد الفطيم. جاء الموقع، كان عندي موقع غريب، الموقع عطوني جنب كارفور، كان جدار، ما كان موقع، جدار فاضي عطوني إياه، قالوا لي تقدر تسوي في شيء في هذا الجدار. تعرف شو سويت؟ جبت ديزاينر لبنانية ذكية، سويت الديزاين، إذا أنت مشيت من صوب ومشيت من صوب ثاني، المحل يكون شكله يختلف different. يعني انه اتجاه هذا شيء واتجاه هذا شيء. فلما شاف عجبه، قال لي هذا الابداع اللي ابغاه في المول مالي، وقال الاداره هذا الاشياء اللي انا ابغى اشوفها، لانه واحد لما يشوف ديزاين يختلف عن الثاني ويكون متميز. هيك صار. بعدين جاء دبي مول، فتحت دبي مول. الترند هذا خلص، ليش؟ لأنه صار منافسين وايد في السوق، وأنا ما أحب أنافس حد، أحب يكون عندي سوق بروحي. كل مرة ببزنس معي أيوة. تتوصل سوق مصر. فأنا أسافر كل سنة أروح الصين، على مدينة في الصين اسمها كوانجو، في معرض، أكبر معرض تجارة في الصين أو في العالم، صار له أكثر عن 124 سنة، اسمه معرض كانتون، عنده ثلاث مراحل. في مرحلة أروح له
أحبها لأنه هو أشياء البيت وأشياء العملي. فرحت واكتشفت الوردة هذه اللي سويناها فيها Forever Rose. وهيك صار. وهيك صار. وبلومينج مان، الاسم بلومينج مان جت من الورد، لأن الناس صارت تعرفني هذا صاحب الورد. إبراهيم أنت بعد هذا العمر يعني هلأ 36 سنة العمر كله إن شاء الله ناشئ ونكمل، ولأنه عم تفكر على طول. أنا ما رح أقول اللي قلته قبل عن الفولورز، يعني واحد بيطمع بأكتر أو يعني عفوا بيطمع بمال أكتر، بس لا بيطمح أنه يكبر البزنس تبعه أكتر، بصير يحس بالنجاح. هلأ 36 سنة البزنس تبعك يلي موجود هلأ هو شو هلأ الحين عندنا عدت محل عدت أوكي إيه عندنا كذا شركة، عندي شركاتي الخاصة وعندي الشركات اللي مرتبطة يا أهلي. يعني شركة الوالد أو الأخواني كمان إيه، أنا أملك 20% من هذاك الشركة. أرجع تهتم فيهم أنت لك يعني. أكيد أنت أنا يوم أنا طلعت من البيت، أنا ما طلعت لأن أنا اخترت أمي عن الوالد. لا أكيد أكيد أنا عم بسأل. أنا اخترت لأن أخواني ما حد راح ويا الوالدة، فقلت واحد لازم يروح وياها، وأنا كنت أصغر واحد. حبي وولائي للوالد للأبد، وأمي تحب هالشيء فيني. يعني أمي تحب لأن أنا أحترمها وأحترم الوالد والوالد كمان، ودائما أحاول أكون مصلح بينهم لليوم، وهم يحبوا بعض أكثر ما أي واحد يتوقع. صح. لأن أنا أعرف، لأن أمي تجيني تقولي شو أخبار أبوك، بس ما تقولي أنا سألت عنه. وأبوي والوالد يقول ما أنت وأخوانك كمان ثمرت هذا الحب اللي كان موجود. زين. اللي كان موجود. بس أنا بدي أسألك، هذا البزنس اللي بين العائلة وعندك شغل خاص كمان جدا. اللي بين العائلة عبارة عن مطاعم من كندا، براند اسمه بيك سموك برجر، إحنا الوكلاء الخليج حصريا، وعندنا تشيكري بعد نفس الشيء، وعندنا روك، وعندنا مطعم اسمه نابلس خاصة في الكنافة، وعندنا بعد الفورفر روز هذا اللي خاص، وفورفر روز كافي وباستيس كافي أنا وشريكتي دانيا اللي موجودة في دبي بلينك، وعندي شيء جديد بديته عن ميديكال، هو عبارة عن سبلمنت يصغرك 10 سنين كمان؟ أي فينا نحكي أنا وياك على هذا على أنا وياك الموضوع، أنا عايزك ضروري عم تحكيك بقى عيوني تعمل عمر ولا لا إيش وشي بدك تصغرني إيه؟ والله أنت بكل حالاتك ما شاء الله عليك ما تحتاج، بس أنه هذا الشيء يساعدك في الطاقة، يعني أشياء أكيد أكيد أنا اللي أحبها أنا الأنرجي. كل شيء اللي أسويه يعني مو بس أنا ترند، شيء لازم أنا أكون مقتنع فيه، إذا أنا مش مقتنع فيه مستحيل أسوي. صح. مش عشان هيك نجحت كمان وعرفت إنه تسبق، مش تسبق الغير، يعني نشوف الأمور اللي فيها opportunities أكتر. عندي كم سؤال هيك ورا بعض أسألك يعني. بالنسبة ما راح أفوت بخصوصيات، الجائزة الأولى الثانية ما طولت، الثالثة قلنا قبل شوي إن شاء الله بتكون ثالثة سابتة، وهالموضوع هيك بشكل مختصر مريحك إنه هالست اللي هي زوجتك موجودة أكيد منا بال يعني منا تحت الأضواء، منا بالسوشيال ميديا، هل هالشيء رغم كل أنت التعب بشغلك والدبي بلينج وكل شيء بيريحك هالموضوع إنه بتروح لعندها بمكان بتكونه برايفت في خصوصية، هل هالشيء مريحك؟ اليوم اسم إبراهيم ما تربط مع إشي اسمه برايفت. يعني كل مكان نروح بنحصل جمهور، بنحصل ناس، ولأن ما حد شافها متصرين إن يشوفونها، يعني يمكن إذا وريتها مرة واحدة افتكينا من هالحالة هذه. بس مشان هيك يعني هلأ كثير هذا صار عندهم، بس عندهم فضول يعني. فأنا وعدت نفسي إذا أنا متزوج، إذا أنا متطلق، ولا إذا أنا زوجت ثاني ولا ثالثة ولا رابعة، ما حد إلا خص، لأن حياتي الخاصة بصوب، وحياتي اللي أنا أقدمها للجمهور بصوب. أكيد لأن أقدمها للجمهور بإرادتك أنت، هذا بإرادتي. هيديك الموضوع موضوع خاص، مشان هيك قلت لك يعني أنا بخصوصية بس عم بس لا بالعكس، عشان أنا مهم. هل يخلق راحة عندك؟ لا هو مهم، لأن أنا أعطي هذا الكلام للناس، لأنه الناس يتحرون، لأن أنا لما شاركت في نتفليكس أو حطيت صورتي على إنستغرام، الناس متحرين لأنه أنا بعت حياتي لهم. حبيبي حياتي مو للبيع، حياتي اللي أنا أرضى أورجيك يا هذا اللي أقدر، مش أكثر عن كذي. يعني ما تجرب أنت تفوت بغير أمور ما لقلت لحظة. وفي ناس وفي تشوف ناس متزوجين يستخدموا علاقتهم الزوجية ليقدموها للناس،
كمان كل واحد اختاروا هيك، كل واحد بيجي بحترمهم احنا كمان هن اختاروا هيك. بس إيه إيه. بس انا كابراهيم ضد هالفكره لنفسي على تفكيري. إيه اكيد اكيد، لانه ما احب، انت ما تعرف شو الناس قاعده يستوي في حياتهم. يمكن امراه تنضرب من زوجها كل يوم، امراه ويوم يطلع وتشوف وتشوف هذه الامرأة اللي عندها مشاكل تنضرب أو يكون عندها مشاكل ويا زوجها واللي هو، وتروح تشوف واحد ويا زوجها ومستانسين بالسوشيال ميديا اللي الوقت اللي هم يريدوا يورجوهم إياه، فهي تقول شوف هذيلا ليش هم عايشين وأنا مش عايشة. طيب هي ما شافت هم شو يصير بعد. أكيد أكيد عندك. فأحس أنه أحسن الواحد يخلي هذا على هيك الأمور. أنا كمان اعتبرت سألتك سؤال أنه هالمكان يلي خاص لألك بيريحك، هيدا بقلك هو أفضل إيه؟ بيريحك إلك يعني كل هالأضواء وكل هالضجيج اللي بيصير. بس بدي أقول كمان للناس بتعرف وأنت صريح فيها وقيلة عدة مرات أنه على طول أنت موجود، هذه زوجتك الثالثة بس بالحلال وهيدا الشيء اللي أنت كيف يقولوا تحت يعني واضح وصريح وعم بتخبر مثل ما هي بالحلال يعني. صح. هاي الأمور بكل صدق وصراحة أنا الحمد لله عايشة محالي والناس كمان بتعرف الحمد لله. الموضوع التاني اللي أسألك عنه كمان كمل الدبي بلينك، هل يعني شيء أعطيني شيء إيجابي في كتير أمور إيجابية فادك في الدبي بلينك وشيء سلبي، أي هو الإيجابي الإيجابية اللي كان بدبي بلينك؟ أنا كان حلمي لما جيت على دبي لأن أنا أكون مثال أعلى للبزنس وللتجارة. أوكي. وأنا كنت أريد أكون من قصة نجاح دبي. فاليوم لما أنا أقول إبراهيم على دبي بلينك ودبي بلينك نجح، معناته أنا حققت حلم من أحلامي. فهذا هو الشيء الإيجابي. إيجابي. السلبي أنا ما أحب أدخل في الشيء السلبي، ولكن إذا قلت في شيء، لأنه وراء كل نجاح أو وراء كل شيء زين في تضحي بحاجة. أنا ضحيت اليوم في شيء اسمه خصوصية، فأنا مو بلازم أنصدم لما أنا أمشي في المول وأنا قاعد أتكلم مع شخص ويجيني حد، أنا مو بلازم أنصدم لأنه أنا ولا ما تطلع على المول. إيه صح. لما تقرب تطلع على المول تكون بين العالم موجودين، لأنه هو العالم رهيب. أنت بتعرف أكثر مني. هني أساس نجاحك يعني، هني تقبلوك، هني عرفوك، هني أخذوا. مو بس كذي، أنا أحس لما أنا صرت على دبي بلينك حصلت عندي واجب ضروري ومهم وثقيل. الواجب هذا لأن أنا اليوم بشكل لازم أمثل دبي، فلازم أنا أهتم في تصرفاتي. فلما تجيني واحدة، أنا أكون في المول وتجيني واحدة من بريطانيا وقالت إبراهيم دبي بلينك، لازم أعطيها وقتها، لأن يمكن هي جت على دبي لأنها شافتني على دبي بلينك. وفي ناس يقولوا لي لأنه أنا شاف إحنا جايين من تنزانيا ومن برازيل ومن هذا الموضوع على طول عندك إيه؟ على طول على شكل يومياً أقدر أقول لك بالأسامي لأنه موجودين في إنستغرام. أسوي ريبوست هلا، هدي النفسية كمان حلوة. سوري بقطعتك بس هالموضوع اللي عم بكون بدبي بلينك بس هيك يعني، في كتير من صح من رياليتي ولا سكريبتد ولا لا؟ 100% الناس مش متوقعين كيف هذا وكيف يعني. أنا إذا أنا كنت ممثل كان رحت على طول هوليوود، ليش أسوي رياليتي؟ أنا بالعكس، أنا مشكلتي وجهي واضح، لما أضايق خلاص كل واحد يعرف إذا مريض إذا في شيء. إذا كان في شيء مثلا موجود بالرياليتي، مع أنه أنت ما بتحبه ولا هي كمان زينة خوري، أنا كتير بحبها وبقدر أشتغلت وبعرف عائلتها وهيك، وأنت كمان يعني بتحسوا بتعرفوا بعض أكتر يعني، معقول تضلكم مثلا ما تكونوا قراب ولا لا؟ بعدين صراحة تعرف لنفسيتها وهي كمان. نحن بالبداية أول أبسود كان في شوي هيك، كان في شوي لأن إحنا كنا ما نعرف بعض يعني very close يعني. إذا تلاحظت أنا ما كنت أعرف زينة. صح. يعني زينة كانت صديقة صفا وكانت أكيد طريقة ثانية، وأنا نعرفت زينة من خلال LJ ومن هالكلام، ولكن اليوم استوينا عائلة. ليش؟ لأن إحنا كنا مرينا في نفس الشيء.
تشعر هيك ها؟ اي كل واحد يشعر اصلا كذي ايه. لانه خلاص انه اللي يحبوني ما يحبوها واللي يحبوها ما يحبوني. ف ما بنفكر نحن اللي برا، نفكر ايه. بنفسنا كيف نحن نقدر نكون عائله و إن ما نخلي هذا الشو يتأثر على حياتنا اللي إحنا عندنا، نحاول نسيطر أكثر وهيكثر. وفعلا إذا بدي أحكي أنا وياك هيك عن وين حلقتنا اللي بنحكي على طول second chance، وين كان second chance تبعك بحياتك؟ وين كانت الفرصة الثانية؟ أحس كان عندي كذا كذا فرصة بحياتي، ولكن أحس السكت شانس لما فعلا لما أهلي تفرقوا، لأنه مسيرتي في الحياة تغير. يعني أنا يمكن ما كنت وصلت لهذا المكان حاليا إذا ما كانت صار ذاك الانفراد، لأن الوالد كان عنده هدوء، يعني هدف لي غير، كان يريد نحن نروح الجامعة ونخلص، وأنا سويت العكس، أنا فتحت بزنس بعدين رحت كملت الدراسة، ولليوم الحين قاعد أتجهز عشان أسوي ماجستير، خلصت الماجستير في لندن والحين أبغى أسوي بكالوريوس، يعني أبغى أستوي دكتور، يعني أبغى أعلم نفسي وأثقف نفسي كل ما أقدر. فالسكند شانس تعتبر حالك سوري تعتبر حالك نضجت على بكير، الماتشوريتي تبعك كانت على بكير ورجعت طورتها. أنا حسيت لأن بعد طفولتي للأسف، يعني حسيت لأن ما كانت عندي الفرصة اللي كان في عمري، يعني اللي كان عمره 14 كان يكتب، بس ما في حياة كاملة، يعني ما في قصة أنه كل شيء حيكون بيرفكت، يعني إلا يكون في شيء. بس أنا ما أستخدم الصعوبات اللي واجهتها في الحياة عشان أقول يا أخي أنا هذا صار لي أنا ما أقدر أسوي، لا بالعكس، استخدمت كل إنسان كسرني، كل إنسان دمرني، كل إنسان استغل طيبتي، استخدمت هذاك الإنسان عشان أورجيهم العكس. لأنك إذا أنت حاولت تخلي إبراهيم يكون مونستر ما رح يصير، كثر ما أنت حاولت تكسر في إبراهيم أو تنزله أو تدوسه على طرف أو تخلي ما يكبر، رح أجي ورح أورجيك لأنه أنا حقدر أسوي أحسن. فأنا دائما هذا كان يعني قصة نجاحي من الناس اللي حاولوا يكسروني. داش حلو كلامك. إيه فالحمد لله أنه داش حلو كلامك. فمن هذا الشيء أنا أحب أكلم اللي من عمري أيه. من 14 و15 و16، لأن أتمنى حد جاني مثلي يورجيني مصيرة أو الطريق، لأن ما كنت عارف الطريق ذاك الوقت. يعني الوالد الله يحفظه ويطول في عمره، الله يطول بعمره، كان هو متضايق لأن أنا رحت مع الوالدة، بس أنا عندي واجب للوالدة وما أريد هي تضايق، وهو كان إنه بشيء يحس لأن أنا السبب. يعني إذا ما رحت مع أمي تنجبر تتم معه، بس في نفس الوقت أنا قلت أمي عندها الحق لأن تعيش حياتها كيف ما هي تبي، فكنت أريد أعطيها الحياة اللي هي تبغاه، واشتغلت على هذا الشيء وبعت طفولتي. وعشان شيء مرات لما أتصرف أسوي أشياء، يعني واحد يقول ليش يسوي كذي أو ليش يتكلم كذي أو ليش يسوي حركات تافهة وما أدري شو، إنه مرات أنا أنفصل وأقول أنا ما كبرت، أنا بعدني صغير، ما بعرف هذا الموضوع، بس وقت في البزنس خلاص إن البزنس حبيبي لا تعال أنا بس إبراهيم أيه. بدي أقول لك إنه كلامك بفوت لجوا على القلب، يعني أنا شعرت معك وشعرت بطفولتك وكل هيدا النجاح اللي عملته واللي وصلت له والبزنس وهيك، هيدا الإحساس والشعور والدمعة اللي عندك إياها وقلت لك ببداية اللقاء، كل هالإنسانية الموجودة جوا
بعرف انه كتار منكم انتو يلي عم بتتابعونا بتعرفوا هالانسان وتابعتوا دبي بلينج وتابعتوا بالبزنس وتابعتوا كيف عمل وتابعتوا كيف تسكرت البواب رجع واقف على اجري. بس انا بدي قلكن على طول حاكوا هالانسان يلي جواته، حكوا مع هالانسان حاسبوا قلبه يلي موجود. هيدا الانسان مليان قلب، بعتقد هيدا العظمة وهيدا النجاح يلي موجود فيك. بالنسبة لألي نجحت كتير، بس هيدا الموضوع رسالة لكتار من العالم، وخصوصي اللي كمان أنا عارف إبراهيم إنه كل هالليل وصلت له في هالمسج لليوث لليونج بيبل، عم بيقلكن إنه في يمكن في ناس أوقات ما يصير لهم حدا يكون موجود حدهم كبير، هو موجود وعم بيروح يعطي سيشن وعم بيحكي الموتيفيشنال سبيكر، عم بيحكي عن القصص بالحياة، عم بيحكي عن نجاح، عم بيحكي عن سيلف ديفلوبمنت. كل هول بتمنى مثل ما أنا شفته اليوم بتشوفوه بعين كتير كبيرة، ما بينشاف غير هيك الإنسان، لأنه رغم كل شيء يلي نحط حواليه وأهله أكتر من رائعين، بس عمل نفسه بنفسه from scratch، بلش ووصل ليكون إنسان. فمشان هيك بال second chance تبعه كمان رح تعطي بعتقد courses هيدي رح تكون فيها session، صح؟ أي رح تعطي session هيك لعيوني أي شيء أنتوا تطلبون والله أنا حاضر. أنا بتمنى شي نهار أنه أنا وياك نكون بسيشن، يعني ليش شرف تعرف، لأنه لما تعطي خبرتك بالحياة صح ويمرق كل شيء معك وما ترد نحن الانكسار والحقد بحقد أو زعل، نحن كلنا للأسف اللي شيء يعني أنت تقدر تشوفني أنا كإبراهيم، تشوفني أنا أتكلم عربي بس اتربيت في أمريكا. أنا شفت المجتمع عندنا في الدول العربية بسرعة نحكم، ومن هذا الشيء الناس ما تعرف إذا هو صريح ولا مش صريح، والناس دائما خايفة تتكلم لأن أنا ما أقدر أتكلم لأن أنا ما أعرف هذا الشيء بيقولون عني بعد. فأنا تشوفني أنا وايد حر في الكلام لأن أنا ما أخذ التفكير الأمريكي، لأنه أنا اللي على قلبي على لساني أقول خلاص ما أمسك. إذا نحن كلنا كنا كذي تكلمنا اللي شو في صدرنا وشو على خاطرنا بنكون نحن مجتمع أفضل. ما بتشوف واحد تشوف نفسيته تعبانة أو بتشوف. أنا اليوم لما أطلع من هنا أرح أطلع وأنا مبتسم، ليش؟ لأن كل شيء اللي كنت أريد أقوله قلتها، ما مسكت ولا كلمة. ليش؟ أنا ما أريد حد يحن معاي أو يحس معاي، مش ما أحتاج. الحمد لله الله عطاني كل ما أبغاه، الحمد لله بيعطيك أكثر اليوم الحمد لله والحمد لله. اليوم الكلام اللي أنا قاعد أقولها للإنسان اللي يريد يسمع هالكلام عشان يحسن نفسه، مش هي انتهاء العالم إذا أنت سويت غلطة، مش انتهاء العالم إذا أنت اليوم طلقت، مش هو انتهاء العالم إذا جاك مرض، مش هو انتهاء العالم إذا أهلك تفارقوا. يقدر يكون بداية قصة جديدة تحول لمحل، تحول لشيء أفضل، تحول القصص ايه؟ النيجاتيف لمحل بوزيتيف ايه؟ وهيك أنت يلي صار معك ايه؟ إذا طلبت منك تقول هيك ستيتمنت موقف لحدا تختاره، يمكن من الناس اللي حواليك، يمكن ناس معروفين، يمكن من أهلك، حدا تختار تقول له كلمة يعني هيك مختصر، مين بتختار وليش؟ أنا عادة لما يجيني هالسؤال دائما أختار أمي، ولكن أحس في هذا الفقرة يستاهل الوالد. شو تقول له للوالد؟ لأن كل شيء اللي خلاني شو أنا اليوم إبراهيم من وراه، وهو إنسان عظيم، وأتمنى أقدر أكون 1% اللي what he is. لأن what he is بشمه، بأخلاقه بطبعه، ببزنس، بطبعه، بشخصيته. الوالد إنسان جدا ملتزم وصريح، ودائما في العائلة معروف بأنه يجمع الناس مع بعض على طول، على طول إذا يعرف واحدة مش متزوجة تجيب لعريس، إذا يعرف عائلة مش متفاهمة مع أخواني يحل المشاكل بينهم. تشعر إبراهيم أنه على طول committed، مثلا committed بشغله بعائلته، ملتزم كتير 100%. هو صاحب حق،
وزدم وثقة، وعلمنا إشياء في حياتنا تقدر تقول غسل دماغنا فيه، مثل يعني سوي أي شيء بس لا تظلم شخص. الظلم غلط، وال إذا أنت غلطت سويت شيء برا يعني برا دينك لازم تتحمل إنه ورا كل غلط في السعر تدفعها. وإحنا صغار قلنا قلنا هالكلام على طول. هذا الموضوع كمان أنت بيحرك فيك كتير من جوا الإنسان الظالم. يعني كنت تتمنى هن الظالم يعرف قديش عم بيأذي للمظلوم، قديش عم بيأثر فيه، قديش عم بيخرب له حياته، قديش عم بيوقف طموحه. ما أنا فسرت العالم على شخصين. في ناس يجي يقول لك اليوم أنت أي برج، ما برج هذا كله خربيت عندي أنا ما أآمن فيه. أنا فسرت العالم كله على شخصين، الهيرو هو في العربي شو؟ البطل. البطل والفيلن شو؟ البطل الأحمر. الشرير. الشرير. فأنا احتصرت العالم بين البطل والشرير. البطل انجرح في حياته فما يريد حد يتجرح فيبي يحمي الناس، والشرير انجرح في حياته ويبي يضر الناس. فأنت اليوم لما تيجي مع شخص وتعاشره 40 يوم لازم أنت تقول هذا إنسان بطل أو شرير. وإذا ما تسأل نفسك هذا السؤال على طول رح يجي الجواب دغري دغري. ليش؟ لأن رح تعرف، لأن من وراء تصرفاتهم إن كان هو إنسان يبغى يؤذي تعرف لأنه شرير، وإذا كان هو إنسان سليم وسالم ويبغى الخير للكل تعرف أنه خير ويكون بطل. رسالتك لليونغ بكلمة هيك مختصرة من اليوث يعني يلي بيطلعوا عليك بطريقة هيك عم بيشوفوا فيك هل يعني الايدل والمثل الاعلى شو بتقول؟ الناس اللي حولكم اليوم ما بيحكونوا حولكم باكر، فلا تسمع كلام الناس، تابع اهلكم، سووا اللي في خاطركم طالما هو ما يسيء المجتمع، وكل يوم بيكون افضل من اليوم من قبل. ولا تفكروا وايد وعيشوا حياتكم، لأن عمركم ما راح تكونوا أطفال مرة ثانية. يعني خلاص، يعني أنا هذاك الأيام عندي راحوا. لا تفكروا بعيد واستانسوا في الوقت اللي أنتوا فيه، لأن هذا كان أحسن وقت والله. أنا إبراهيم بهالخبرة الصغيرة اللي عندي إياها بالحياة كمان بختم وبقول أنه في مثل إبراهيم كتير وناس تعبوا بهالحياة ومرق معهم، طلعوا الأشياء اللي فيها خير، والأمور ما بتجي صدفة. مع إبراهيم ما أجت صدفة، بتشوفه دبي بلين، بتشوفه قصص أوقات بيكون فرح مرح، بيكون يعمل إشياء هيك فيها كوميدي. هيدا لأنه إنسان بيرجع للطفل يلي هو فيه، وضروري ترجعوا للطفل يلي أنتوا فيه، ضروري تلعبوا مع حالكم، ضروري تتصالحوا مع حالكم. إبراهيم الصمدي إنسان متصالح مع حاله في كل الخير، وهو رمز للبطولة. تانكيو لألك. بتمنى أنه تكون بهاللقاء أنا وياك حسيت بالحب العاطفي اللي عم بنقلك إياه من كتار من الناس. I'm very proud of you. Thank you. Keep it up. في ناس بتحبك وإختتك مثل أعلى وأنا منهم. الحمد لله. شكرا. Thank you على المقابلة اللي غنية كتير ما بتتمن. الحمد لله. شكرا. الله يوفقك. يوفقك يا رب. Thank you.